تبارك الله ما شاء الله. سير اخي عبد الحق، سير عبد الحق، سير اضربوا يجيب لنا، سير صافي خليها وما يجي، اجي نكسانك، اجي انا وما يجي. شحال اخوي لنا من راس؟ 57 خروف تبارك الله، اللهم بارك. يدي غير 50 كلشي على الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حنا الاخوان متواجدين في الضيعه ديال الاخوان العمراني حمد خوي، يعني عند التعريف 57 خروف تبارك الله، زينه اللهم بارك. اي استفسار الاخوان مرحبا. وهاد الخروفات هادو مبيوعين ولا مبيوع؟ مبيوع الخروفات، غير خرفان الله يسخر. الله يسخر. الخوي اللي عطاوك شي حاجه هنا ما عطاوش. 37 في 40 جمله ما عطاوكش. اخليها باينه اخي، 1850 درهم في 40 راس. واش حاك قلتي لهم انت البيع جمله 40,000 درهم؟ يجيب الله التيسير تبارك الله. تبارك الله، حنا الاخوان تابعينهم هنايا مولفين حتى يحسوا شويه الملحه هاد الحجر هادو. المهم الاخوان راح نحطركم المرا ديال الخويل واي استفسار مرحبا. المهم 57 راس قطعه ب 2000 درهم، اللي عنده الغراض مرحبا. تواجده نواحي ديال مدينة عرابة.